السلام عليكم. اليوم حبيت نتكلم على واحد من أكبر المركبات الصناعية في إفريقيا والأكبر في الجزائر في مجال إنتاج الأعلاف الحيوانية اللي تدخل في عملية التربية نتاع الأبقار والدجاج وكل أنواع التربية الحيوانية في الجزائر، واللي هذا النوع من يعني المنشآت تشارك وتعزز يعني يعني مجال الشك، تعزز يعني القدرات الغذائية للجزائر وتعزز الأمن الغذائي نتاع الجزائر في ميدان الإنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء. وهذا يعني شيء مشرف وشيء مفرح للجزائر أن تكون لها مركبات في إنتاج الأعلاف اللي في الماضي كانت تستورد من الخارج بالعملة الصعبة. إذن هنيئا وإن شاء الله المزيد، والسلام عليكم.